تقييم الشخصي، وأنا الآن مواطن عراقي، أنه هناك ظلم بحق الشعب العراقي، رسالة خاطئة من الإدارة الجديدة تبعد كسبها للشارع العراقي وتعكس أن الولايات المتحدة الأمريكية ماذا تنظر بنظرة أن العراقي ضحية الإرهاب، بل بمعنى أصح أن العراقي إرهابي إلى حد ما يثبت العكس، وهذا أعتبره رسالة سيئة باتجاهنا. ضروري أن نستفاد ونركز على أهمية الجانب الأمني والتعاون المشترك، وأي إجراءات عراقية تعطي أولوية الجانب الأمني هذا شيء ضروري لحاجتنا له، ولكن في قراءتي المتواضعة أي شيء آخر مفروض يعاد النظر بها على أسس صحيحة معتمدة على احترام البلدين وعلى اعتبار العراق شريك في محاربة الإرهاب. يعني متعينة ليش الدول هذه؟ لا هي